وأسباب الالتزام في الباب الأول مذكورة على سبيل الحصر، عقد، في عقد بيني وبين شخص طبيعي أو شخص اعتباري، عقد بيني وبين شخص طبيعي إن هو يبيع لي شقة وأنا أديله الأقساط. فأول مصدر من مصادر الالتزام العقد. العقد ده ليه شروط معينة، لازم يبقى فيه رضا، ما يبقاش فيه إكراه، لكن أساس الالتزام في العقد الالتزامات المتبادلة، بمعنى إن أنا ليا الحق في الحبس. يعني إيه الحق في الحبس؟ يعني أنا مشتري شقة من عقار من صاحب عقار، ملتزم بتسليمي هذه الشقة بتاريخ معين، وفي شرط فاسخ صريح علي أنا كمشتري إن أنا لو ما دفعتش الأقساط في مواعيد محددة هيطبق الشرط الفاسخ الصريح. والشرط الفاسخ الصريح ده حكم القاضي فيه تقريري مش منشئ، يعني طالما تحقق من وجود الشرط الفاسخ الصريح يفسخ العقد إذا تأخرت في قسط من الإقساط، لكن بشرط إن المؤجر أو المالك يلتزم معايا، بمعنى إن لو هو هيسلمني في 1/11/2019 وما سلمنيش ليا حق إن أنا أحبس هذه الإقساط. فأول مصدر من مصادر الالتزام عقد بيني وبين شخص طبيعي أو شخص اعتباري.